السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله طيب. سمعتك عم الشيخ بتقول الواحد ان التعامل التجاري في الجامع حرام. البيع والشراء في المسجد لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. طب يا عم الشيخ، لم ونهى النبي الفواتير بتاعت الماء والكهرباء المحصل يقعد في الجامع. لا اصبر بس، صبرا صبرا. نعم اصبر علي أكمل. بس ما تقفلش في وشي عشان عندي سؤال تاني. ماشي طيب اصبر افهم. قول لك في فرق بين البيع والشراء وفرق بين سداد الديون. سداد الديون في المسجد جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على إثر صوت سمع في المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: عبد كعب بن مالك يتقاضى عبد الله بن أبي حضرة دينا عليه. وابن أبي حضرة يقول: ما عندي. قال الرسول: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا، وأشار للنصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لكعب: قم فاقضه. فالتقاضي في المسجد جائز، لكن البيع والشراء في المسجد ممنوع. طبعا سألت انا عم الشيخ. تفضل.